سيداتي وسادة، أهلا بكم. وصلنا مع حضراتكم في هذه الفقرة الحوارية الأولى في هذا اللقاء في شارع الجنوب في ليلة الأربعاء. احنا دايما الحديث عن الآثار حديث، لأنه دايما الناس بتحب طبعا المزارات الأثرية وتحب تاريخها وتحب تعرف حضارتها، وبالتالي هناك تقدير حقيقي لكل من يعمل في هذا القطاع، لأنه قطاع من القطاعات التي تمثل بالفعل مصدر دخل قومي طبعا للدولة المصرية، وبالتالي هي البوابة الأولى للعملة الصعبة. مش عايزة كلام، لأن الآثار والسياحة وجهان لعملة واحدة، وبالتالي حتى يعني من حسن الطالع أن هناك وزارة واحدة تضم هذين القطاعين. الآثار، يمكن النهاردة حوارنا في هذه الفقرة هيكون مع ضيفة كريمة، الأثرية مروة بدري محمد، مفتش آثار بإدفو، وهي باحث أيضا دكتوراه. أستاذة مروة، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. منورانا. وخلينا نتكلم يعني عن الآثار في إدفو تحديدا بحكم تخصص حضرتك، متخصصة في التاريخ الإسلامي، مش كده؟ أو في الآثار الإسلامية بالضبط. هي دراستك آثار؟ آثار إسلامي. وفين جامعة إيه؟ جنوب الوادي؟ جنوب الوادي. جنوب الوادي. كلميني يعني اولا، لماذا الاثار الاسلاميه؟ ليه انت فكرتي فيها، تخصصتي فيها ليه؟ يعني دايما الناس بتروح اثار عشان الاثار المصريه القديمه. بالظبط. رحت اثار اسلامي اولا، يعني ما حدش كتير يعرف حاجه عن الاثار الاسلاميه. انا ذات نفسي لما دخلت الجامعه ما كنتش اعرف يعني ايه اثار اسلامي. فوجئت داخل الجامعه بقسم اسمه اثار اسلامي. نعم. فخدني الشغف بقى ان انا ادخل اثار اسلامي عشان اعرف ده، وناس كتير قاعد تقول لي طب هو ايه الاثار الاسلامي اصلا اللي موجوده، علشان الناس دايما في دماغها الاثار المصريه. بالظبط. ما حدش خالص ولا الاثار القبطيه. فده بقى الحاجه الاساسيه اللي دخلتني ادخل بقى قسم اثار اسلامي وقبطي، وتخصصت برضو في التخصص ده في رساله الماجستير ورساله الدكتوراه في الاثار الاسلاميه. طب فرصه ممكن يعني تتقمصي دور الاثري والمرشد في وقت واحد، ونشرح للناس ما هي الاثار الاسلاميه الموجوده في إدفو. اثار اسلاميه ناس كتيره ما تعرفش يعني، وخصوصا برضو زمايلي ما يعرفوش الاثار الاسلاميه كتير، يعني ناس كتيره من اللي حواليا ما يعرفوش الاثار الاسلاميه. نعم. احنا عندنا ثلاث اديره موجودين في إدفو. دير البواب الابلي، ودير البواب البحري، ودير الأم بخميوس بحجر إدفو. عندنا الجامع العمري موجود في. هتشرحي لنا برضو، انت بتتكلمي لنا، اشرحي بعض الحاجات حتى يعني القصور. عبارة عن أديرة جت على ضفاف النيل. طبعا كلها يعني تعتبر مندثرة. احنا كنا عملنا حفاير قبل كده. اكتشفنا جواها اكتشافات سواء من الفخار، كلها كانت فخار وكلها كانت عظام. بس لحد دلوقتي لسه ما فيش بنية توضح التخطيط الكامل للأديرة. نعم. تمام. بعد كده بقى نتطرق لدير الأم بخميوس، ده في حجر إدفو. بنقيم دلوقتي، هي الحاجة الوحيدة اللي موجودة أثرية هي الكنيسة من الدير كله. الكنيسة دلوقتي بتعملها في الحاجر. في الحاجر أو طريق الحاجر. دي طبعا دلوقتي إحنا اللي بنعمل لها ترميم للكنيسة. وعندنا بعد كده الجامع العمري، هو اتعمل له ترميم بس لسه ما افتتحش. طبعا عند الجامع العمري ده عايز اسال سؤال يا دكتور. اتفضل. يعني دايما في كل بلد بشوف مصطلح الجامع العمري ده، ليه بقى؟ هل ده ليه مرجعيه ولا ايه؟ ولا بيبقى هو اول جامع اتبنى في المكان؟ هو بيعتبر اول جامع بتبنى في المكان. في منطقه القصيريه، يعني الجامع العمري ده موجود برضو في جامع عمري تاني في قوس. ده في عندنا في الطود وفي كل حته، اعتقد العمري نسبه لعمرو بن العاص مثلا. ممكن برضو، بس لحد دلوقتي احنا برضو مش لاقيين تاريخ معين نثبت بيه مصداقية الجامع مثلا اتبنى كام. او كل اللي موجود ان ممكن تكون المأذنة بس هي الفاطمية، كانت على الطراز الفاطمي. فده اللي بيدل مثلا ان مثلا ممكن نقول ان الجامع اتبنى في عصر الدولة الفاطمية. صحيح. بس لكن ما فيش اي حاجة تانية تدل على يعني انا سبب. قلت انا تخميني، انا قلت جايز عمري نسبه لاني لا الجامع عمرو بن العاص. لا 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 مثلاً. لا ما اظنيش يعني هو ممكن يكون يعمل جامع عمرو بن العاص. طيب دي نقطه بحثيه. طيب. يعني حد يعمل ماجستير بقى ممكن ويجيب لنا نتائج فيها. قولي لي ايه تاني؟ هم دول وقصر سومرز كلارك ده في النصراب. قصري سومرز كلارك ايه ده بقى؟ ده باحث مهندس انجليزي. جه القاهرة.
لمشاريع ترميم. هو كان محب وملم للآثار، عاشق ليها يعني، فاستقر هنا في المصراب. هو المبنى موجود على ضفاف النيل شرق ادفو كده، موجود المبنى متكامل كما هو عليه. يعني اثر قبطي؟ لا اثر، ولا اسلامي؟ لا يعتبر هو هندسي، يعتبر اسلامي مش قبطي. لا اسلامي. اسلامي وبس، واخده دلوقتي البعثه البلجيكيه موجوده فيه. ممتاز. ممتاز. طيب بالاضافه بقى الى طبعا الجزء المعروف في المعابد، او يعني التاريخ معبد المصري القديم معروف جدا. خليني اقول لحضرتك برضو، ازاي كل هذه المزارات وكل هذه المقومات الكبيره الموجوده في مصر بشكل عام نعمل لها تسويق او ماركتنج او رواج سياحي من وجهه نظرك كاثريه، كايدك في المجال، كمتابعه هذه الاحداث؟ أنا بالنسبة لي سنة 2023 فعلا فيها ترويج للسياحة بشكل متكامل. نعم. يعني أنا شايفة إن هم عاملين حملات توعية كبيرة أو من خلال الوزارة، وخصوصا بعد ما انضمت وبقت وزارة السياحة والآثار. نعم. يعني هم الاتنين كملوا بعض. صحيح طبعا. فأنا بالنسبة لي إن احنا الترويج للسياحة في السنة دي كان بشكل متكامل. من ناحية بقى فيه ترويج اللي هو الداخلي والترويج الخارجي. الترويج الداخلي ده عن طريق برضو المنصات والتواصل الاجتماعي اللي هو موجود، عن طريق بقى الاعلانات، عن طريق الدعاية، عن طريق التسويق، عن طريق برضو الاوبشنات اللي احنا بنديها لشركات السياحة عشان تعرف تطرح بيها السياحة اللي بتجيلها وتدي فرص كتيرة ان تجذب السياحة ليها. بعد كده عندنا برضو حدث طفرة طبعا في الترويج الخارجي، ان احنا لما عملنا توطيد للعلاقات اللي هي دي اللي هي تحت حاجة اسمها البنية التحتية. البنية التحتية دي هي منظومة كده، او يعني هيكل منظم بنشتغل بيه، بحيث ان احنا نعمل ترويج للمجتمع او عشان نحسن الاقتصاد اللي موجود في البلد. ممتاز، كلام ممتاز. تمام. فعملوا بقى ايه ترويج بقى في السياحة الخارجية بقى، عملوا توضيد مع كل البلاد الأوروبية والوطن العربي كمان، بحيث ان هي تعاقدت بقى مع المجلات الدولية والإعلانات والتواصل الاجتماعي. كمان انا لاحظت حاجة بقى حصلت في 2023، وان هو ادى ان في شخصيات مهمة مؤثرة في السوشيال ميديا والمنصات كانت موجودة على الساحة عندنا. دي برضو عملت ترويج للآثار اللي موجودة في مصر. جميل. دي كانت نقلة تانية. أيوة صحيح. في الترويج دي بقى نرجع بقى ان احنا ايه اللي خلينا بقى نقول ان السياحة مزدهرة في 2023. لو احنا رجعنا بقى لسنتين لورا، يعني احنا لو رجينا بقى للسياحة اللي كانت موجودة مثلا في 2021، هنلاقي مثلا نسبة السياحة كانت 3.7 مليون سائح. لكن لما نيجي بقى في 2022، صرح بقى وزير الآثار بيقول ان السياح تعدى 8 مليون سائح. لكن بقى نيجي بقى 2023، بيقول لك من اول بداية السنة، من شهر يناير لحد شهر مايو بس كان 7 مليون سائح. كان فبعد كده بيقول لك اول اللي يحتل المركز الاول اللي هم الالمان، السياح الالمانيين. ده شيء جميل. يجي بعدها استراليا. بعد استراليا بقى يجي، برغم ان في حرب في اوكرانيا، الا ان برضو احتلت المركز الثالث من حيث السياحة. فده بسبب كل الترويج اللي حصل في 2023. كمان عملت مصر بقى حاجة مبادرة حلوة خالص، اللي هي عملت المعارض الدولية المؤقتة. بمعنى ان هي بتاخد مثلا في متحف معين مثلا زي 10 ايام مثلا، 15 يوم. تاخد قطع متحفية بتاخد أثرية. قطع اثرية، سواء بقى مصرية او قبطية او اسلامية. مزبوط. بتحطها في المعرض ده لمدة معينة. كان تقريبا في 7 دول قامت مصر بعمل المعارض فيها، زي استراليا والمانيا وروسيا والهند، واخر معرض كان في مايو وكان في دبي دولة الامارات. عايزين نقول ان المعارض يعني عشان ممكن حد يستوعب على انها الاثار بتباع، لكن لا 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 لا, لا دي مؤقتة. المعارض من التذاكر؟ لا دي دعاية اسمها دعاية. ان انا بيجي مثلا سائح، بدل ما هو يجي مصر مثلا يتفرج مثلا على الثقافة المصرية عموما. صحيح. بس احنا بنعمل له ملخص. لا بنعمل ملخص، بنعمله جذب كمان. يعني هو عايز يعرف بقى التوتال بتاع كل الاثار دي، او المكان اللي اتعمل فيه الاثار دي، فيجذب ليه بقى ان هو يروح بقى المكان. طبعا.
لان السائح كمان لما بيجي بيدخل مصر هو بينقل ثقافه معينه، بينقل الحضاره. ده بالنسبه لي ترويج بدون اي ماده. صحيح. يعني انت مثلا صحيح. عندك عايز تشتري سلعه وخايف ما تشتريها، بس لقيت كذا حد بيشكر في السلعه دي، هتعمل ايه؟ بدون اي تفكير. دعايه مجانيه. بالدعايه مجانيه. احنا بقى لما نجيب السائح فهي دي بقى اللي احنا بنقول عليها، اللي هي بقى المقومات البشريه. في ايه بقى؟ في السائح ذات نفسه. احنا بقى بنشتغل على السائح ذات نفسه من اول ما ينزل على المطار. المفروض دي بقى الحاجات اللي المفروض تقوم بها الدوله، ليه؟ لتشجيع جذب السياحه لينا. ان احنا اول ما ينزل المطار يلاقي تسهيلات في السفر، يلاقي تسهيلات في الاماكن والزيارات. يلاقي احد كمان في المناهج الاثريه دي يشرح له عموما. يعني في انا بشوف سائحين ساعات بيجوا مش معاهم مثلا مرشد سياحي، او مثلا بتبقى جايب مثلا سياحه بتكت مثلا معين او تخفيض مثلا، فهو مش معاه مثلا، بس بيقوموا طبعا المفتشين المترجمين في المناطق دي بعمل برنامج متكامل ليهم بحيث يستمتعوا. هو ده بقى المقومات البشريه اللي المفروض المواطن بيقوم بيها والحكومه اللي بتقوم بيها. هو ده اللي ادى بقى ان السياحه ترتفع في 2023. مظبوط مظبوط مظبوط. بالاضافه للمقومات البشريه احنا عندنا كمان فعلا مقومات بقى ربنا حبانا بيها عظيمه جدا. طبعا مش عايزه كلام يعني. وبعدين احنا السياحه عندنا متعدده الاشكال. عندنا سياحه نيليه اللي هو النايل كروز، دي الانواع بتاعت السياحه. في ثقافيه، في السياحه الترفيهيه اللي هي في البحر الاحمر. مظبوط. عندنا برضو السياحه الثقافيه، وعندنا السياحه الساحليه، وعندنا الثقافه عندنا سياحه علاجيه، علاجيه طبعا، مؤتمرات، عندنا انواع كثيره طبعا مش عايزه كلام. طيب شايفه ان احنا ماشيين الحمد لله في الاتجاه السليم طبعا، واعتقد ده هيخلي الاعداد تتزايد. هو صرح الوزير طبعا ان في سنه 2024 كده ان شاء الله تكون وصلت السياحه لإزدهارها او لقمتها، يعني بكل الانجازات اللي هو بيعملها السنه دي طبعا. واحنا شفنا طبعا في نقل الموميات دي كانت دعايه لمصر، عمل حاجه صرح للدعايه لمصر عشان يشوف العالم ازاي احنا بنتطور وازاي صحيح كل ده بيحصل في مصر. صحيح صحيح. قولي لي بما انك انت طبعا حضرتك من ادفو مش كده؟ طيب وتعملي في الاثار في ادفو، وبالتالي انت متشبعه بثقافه هذا البلد المتميز، علاوه على عملك في الاثار اعتقد بيديلك برضو يعني فعلا بيعمق الولاء والانتماء. مش عايزه كلام. ازاي شايفه ان ولادنا في المدارس مثلا ازاي ممكن نعمل لهم ندوات، نعمل الوعي الاثري ليهم؟ يعني ده مهم جدا. اكيد اكيد اكيد. يعني انا كنت ماسكه فتره من الفترات الوعي الاثري عندي في المكتب. كنت بعمل رحلات للمناطق دي سواء حتى الروضات، يعني حتى الحضانات، بحيث ان هم يعرفوا الثقافه، يطلعوا ويبقى عارفين ثقافه بلدهم ازاي. أيوة ويبقوا طبعا فخورين بيها. صحيح. ده في حد ذاته كان ده في اداره الوعي. ده برضو شاكرين طبعا الوزاره اللي هي عامله اداره الوعي الاثري دي. ويشرحوا كل اثر بالتفصيل. أيوة. يعني احنا لما بنروح كنا بنستغرب بقى من الطلبه، يعني ايه بويب؟ يعني ايه دير؟ طب الدير ده ما احنا ما شفناهوش. طب احنا مثلا عايزين نروح. طب في كم اسئله بيبقى كتير. طبعا طبعا. فكون ان بقى فكره الوعي الاثري دي فعلا فكره كانت جيده، بحيث ان احنا نطرح كل الاثار اللي موجوده اللي ما حدش يعرف عنها حاجه من خلال الطلبه دول. فالطلبه دول وانت دلوقتي لما بتروح تحكي بقى للطالب مثلا حصل كذا وكذا، تخيل بقى ان هم كمان بيروحوا يحكوا في البيت. امال ايه؟ بيروحوا يحكوا في البيت ده في كذا وفي كذا وفي كذا، وكله بيسمع. واحنا ابتدينا بقى بالروضه عشان برضو الاطفال في حد ذاتها يعني سبحان الله بتبقى عندها فطنه وذكاء وتخزين معلومات، بيبقى فاهم هو يعني بعد فيما بعد عارف مثلا لا في اثر كذا، لا في كذا، لا في كذا. لانك بتربيه اثريا. بالظبط بالظبط. يعني وده مهم جدا، يعني ده مهم. قولي لي مشوار حضرتك بقى في يعني بداتي ازاي بقى العمل، يعني مفتش طبعا. مفتش دي اخر حاجه ولا اول حاجه بتبقى؟ لا اول حاجه بتبقى اول مفتش. حاجه مفتش. مجرد ما انت تتخرج من الجامعه واشتغلت في الاثار خلاص بتبقى مفتش. بعد كده حصل بقى اللي هو بيبقى حصل تدرج بقى الوظيفي من الطريق بقى اللي هو مثلا انت بتتعين مثلا درجه ثانيه ثالثه وبعد كده ثانيه وبعد كده اولى. لما فوق من ضمن مشوارك كنت توليتي فتره الوعي الاثري. كنت توليت فتره الوعي الاثري، كانت خدت 3 سنين تقريبا فيها في الوعي الاثري، اداره الوعي الاثري كنت ماسكاها. طب هايل جدا هايل جدا. خلينا نختتم مع حضرتك
دكتورة مروة يعني بالماجستير بقى وموضوعه وإشرافه. موضوع الماجستير كان بيتكلم عن أساس المصحف في العصر العثماني في مصر وتركيا. المشرف كان الدكتور عاطف سعد، جامعة جنوب الوادي. كانت يعني أخدت تقريبا سنة ونص في الماجستير، هاي هاي وسجلت دكتوراه برضو مع دكتور عاطف سعد بعنوان بعنوان صناديق المجوهرات في شرق العالم الإسلامي. في شرق العالم الإسلامي، زي يعني فين بقى؟ مصر والهند وتركيا و... ممتاز اه كل دول. ممتاز، هي ربنا يكتب لك كل التوفيق يا يا رب، رب إن اللهم شاء امين. الله. حابة تضيفي حاجة؟ شكرا، ربنا يخليك يا رب. شكرا جزيلا الله دكتورة يخليك. مروة بدري محمد، مفتش آثار بإدفو. بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق الله لحضرتك. يخليك، شكرا خالص. سيدات والسادة، بعد هذا الفاصل نستقبل ضيفنا الأستاذ والدكتور محمد محي، مفتش آثار بالأقصر، وحديث في هذه الليلة عن الآثار وأهمية الآثار وقيمة الآثار التي لها قيمة كبيرة دائما في قلوبنا وفي عقولنا، ولكن